كل الأيام اللي أنا دخلت فيها الاستوديو عشان أغني أنا ما بعرفش أغني أغنية أنا مش مهتم بيها. في الغنى بتقدر تعبر عن نفسك، عن أحزان الناس، عن أفراح الناس. لما أحس نفسي إني محبط، مجرد إن أنا آخد عربيتي وألاقي الناس محوطاني في الشارع، برجع لمحمد منير تاني. صدق نفسك، قول نفسك، كون نفسك، هتوصل لده. طعم الحاجة بيع السعادة ويدوب قوى. والناس هم سر الجماهيرية وسر النجومية وسر أي حاجة تقولها في الدنيا. الفنان الحقيقي بيقع ويقوم، يقع ويقوم، يقع ويقوم، عشان تتكون تجربته الإنسانية. والتجربة الإنسانية مش مجرد تجربة إنسانية بس، فيها كمان تجربة فنية عميقة جداً.